ولمتابعة الموضوع ينضم إلينا سفير سوريا السابق في السويد الأستاذ بسام العمادي. مساء الخير أستاذ عمادي. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. إذا أي معنى للمفاوضات السياسية والنظام واصل حملات الإبادة؟ أختي الكريمة، يعني من الواضح بعد هذه الجولات لجنيف والإسبان وغيرها أن النظام وروسيا وإيران يستخدمون هذه الاجتماعات لتمرير الأهداف التي يريدون تحقيقها، وهي القضاء الكامل على الثورة وعلى الفصائل الثورية وعلى الشعب السوري، حتى الذي خرج في ثورة شعبية لرفض هذا النظام. رأينا عمليات التهجير التي تجري بالرغم من وجود مفاوضات، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وكان يجب على الهيئة العليا للمفاوضات أن تقوم بأمور غير ذلك تماما. يعني المفروض أن تتواصل مع الدول الفاعلة وترفض ما تفعلون وأن يقوموا بعمل حقيقي. الآن ما نراه للأسف جلوس في جنيف وخضوع الكامل لما يريدونه. يعني خذي مثلا الذي حدث في جنيف الماضي، قال ديمستورا أنه يريد إدخال آلية استشارية، سمعنا من الهيئة التفاوضية بأنهم يرفضون ذلك وقدموا اعتراضات وإلى آخره، ولكن في النهاية قام ديمستورا بإجراء اجتماعات لما سماهم خبراء الآلية الاستشارية للدستور ومضى بها، وأمس أمام مجلس الأمن أكد على أن الجميع وافق على ما قام به وأنهم اجتمعوا أجروا اجتماعين للخبراء. يعني هذا لا نفهم ماذا يجري في العليا المفاوضات، هل هم يقفون مع الشعب السوري أم يقفون مع مصالحهم الخاصة؟ لماذا يصمتون على كل ما يجري؟ يعني هذا شيء غير مقبول على الإطلاق. ما المتوقع؟ هل سيتنازل النظام برأيك عن بعض العقبات التي كانت حجر عثرة أمام هذه المفاوضات أم ليس هناك من جديد؟ على الإطلاق أختي الكريمة، النظام لديه هدف ويساعده في ذلك روسيا وإيران، أما نحن فللأسف لا استراتيجية ولا خبرة ولا عمل ولا أي شيء على الإطلاق يستطيع أن يقف بوجه هؤلاء سواء من روسيا أو إيران أو النظام. يعني حتى الهيئة العليا للمفاوضات مقيمة على نفسها وليس لديها استراتيجية، وهذا ما كتبته الفصائل العسكرية الثورية التي قدمت بيانا وعلقت مفاوضاتها. يعني هذا ما الحقيقة هو نقطة الضعف لدينا نحن كثورة، ليس من يمثلنا حقيقة ومن يتفاوض باسمنا بأهداف الثورة الحقيقية. سفير سوريا السابق في السويد الأستاذ بسام العمادي، أشكرك جزيل الشكر.